من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية. تنضم إلينا مراسلة الحدث رينا دويهي. رينا أهلا بك. إذا قبل أن نتحدث عن المرتقب بعد قليل من رد من لبنان وموقف موحد حول وقف إطلاق النار والإعلان عنه، نتحدث عن الوضع الميداني وحجم التخوف من أن يكون هناك تصعيد كبير يسبق الإعلان عن وقف إطلاق النار. نعم صحيح، ميدانيا وبعد ساعات من الهدوء هناك تحذيرين متتاليين من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حذر خلالهما صدرا قبل 20 دقيقة من الآن، حذر ثلاثة مواقع في التحذير الأول ضمن نطاق برج البراجنة وتحويطة الغدير، وأيضا ثلاثة مواقع أخرى لنفس المنطقة. يعني نحن نتحدث عن ستة مواقع وبالتالي ستة أبنية كما هو واضح على الخريطة سوف يتم استهدافها في هذه النقطة الجغرافية الواحدة خلال يعني الدقائق المقبله. فكما جرت العاده يعني الفرق بين التحذير والاستهداف يقارب في بعض الاحيان يعني 30 الى 40 دقيقه، وبالتالي يعني هذا الهدوء الذي عرفته الضاحيه ليلى امس عاد يعني وتأجج مع هذين التحذيرين اللذين صدرا قبل قليل. نشير الى ان الضاحيه كانت عاشت يوما عنيفا يوم امس، يعني توزعت خلاله الغارات على مدى ساعات النهار وساعات الليل، نتحدث عن تقريبا 11 غاره. اما اليوم الذي ما قبله فكانت وتيره الغارات قد تركزت خلال 40 دقيقه جرى فيها استهداف لاكثر من 12 موقع. يعني اذا في هذه الاثناء هناك يعني عوده للطيران الحربي فوق الضاحيه الجنوبيه وعوده للطيران الاستطلاعي الذي كان فارق سماء المدينه خلال ساعات الليل، وبالتالي نسمع ايضا اطلاق رشقات ناريه هي يعني ما يلجا اليه الاهالي مع كل تحذير للتنبيه من ضروره الاجلاء والاخلاء. تحويطه الغدير وبرج البراجنه يعني هما منطقتين متداخلتين، ولكن المواقع الذي جرى التركيز عليها على الخريطه تقع على تخوم مطار رفيقي حريري الدولي وعلى بعد ما يقارب 500 متر من مدرجه الشمالي. بالتالي يعني هذا الاستهداف الذي كان يمكن ان نتوقعه في اي دقيقه الان ياتي على وقع كل التفاؤل والايجابيه التي تلف هذا الموضوع، وعن الحديث عن هدنه باتت قريبه بما يتعلق ب 36 ساعه او اكثر يعني جرى التداول بهما. هذا المنسوب من التفاؤل كان لبنان الرسمي ايضا تحدث عنه على لسان ابو صعب، وكان تقاطع بطبيعه الحال مع يعني بيان الإليزي من جهة ومع تصريحات البيت الأبيض من جهة أخرى، لما يشير أن هناك يعني تقدم كبير في هذا الإطار. تبقى الساعات المقبلة رهن يعني الاجتماع الكابينت في إسرائيل، لأنه من الجانب اللبناني فإن كل الترتيبات باتت مكتملة. الجانب اللبناني الكرة ليست في ملعبه في هذه الأثناء، إنما هو ينتظر بترقب ما قد يصدر عن الجانب الإسرائيلي إذا لم يحصل أي مراوغة وأي يعني. لكن هل نتوقع اليوم تصريحات التسوية فإننا من أي مسؤولين لبنانيين رينا؟ لبنان الرسمي فقط يعني كان هناك هذا التصريح الذي نقل عن الياس بو صعب يوم امس بعد اجتماع كان برئاسه الرئيس نبيه بري. كل ما يعني يصدر عن الجانب اللبناني هو بطبيعه الحال منسوب الى مصادر والى يعني معنيين والى متابعين، ولكن يعني هذا الجو من التفاؤل ايضا ينعكس على الشارع اللبناني، ينعكس على مراكز النزوح التي بدات فيها الاحتفالات مع يعني الحديث عن الاخبار الساره التي يعني تسمح للاهالي في مراكز النزوح بالعوده الى منازلهم مع أول إعلان رسمي عن هذه الهدنة. إذن يعني النقطة الأولى هي ارتقاب نتائج جلسة الكابينت الإسرائيلي، ثم الإعلان الرسمي من الجانب الأمريكي والفرنسي، ليليها اجتماع لمجلس الوزراء ويكون فيه إجماع من هؤلاء الوزراء الذين بطبيعة الحال هم يقفون على يعني على تأهب اليوم يعني على ستاند باي إذا أمكن القول لأي جلسة قد تكون تنعقد في أقرب وقت. طيب ماذا عن مستوى الشارع في لبنان؟ هل فعلا الشارع يشعر بأن وقف إطلاق النار اقترب وأنه سيكون هذا الأسبوع وقبل عيد الشكر؟ يعني الشارع ينقسم ما بين هذا التفاؤل والإيجابية التي تصدر عن المصادر الرسمية وما بين الميدان الذي يستمر بالاشتعال ولا أكثر من جبهة، ولكن يرى مراقبون بطبيعة الحال أن هذه هي حال النزاعات المسلحة. الربع ساعة الأخير يكون مفتوحا أمام التصعيد بحيث يعني يكون لكل طرف محاولة بالقوة لفرض بعض من شروطه. يعني هذا الواقع الذي يحكم الميدان يسير بالتوازي مع المفاوضات، ولكن الشارع اللبناني على تفاؤل حذر، هم يخافون يعني أن يؤدي أي تتحرج أو تعثر إلى
نسف هذه التسوية، لأن نسفها قد يعيد الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه ويعيدها يعني إلى توسع وتصعيد مفتوح بطبيعة الحال. لذلك يعني نشعر أن الشارع اللبناني مترقب، هو لا يفهم كيف أن هذه مسار هذه التسوية بدأت تقطع أشواطا كبيرة وساعات مفصلية هي حاسمة. نعم. وبنفس الوقت نحن نتحدث عن جبهات مشتعلة إن كان في الجنوب وإن كان على الضاحية الجنوبية، يعني هذا التفاؤل الحذر هو الذي يحكم الشارع اللبناني رغم كل التطمينات التي تتجه في أن هذه الهدنة تسلك طريقها باتجاه الحل. شكرا جزيلا لك رينا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية مراسلة الحدث رينا دويهي، شكرا جزيلا لك.